ننتقل إليكم مشاهدينا الكرام إلى أفغانستان، حيث بدأت الحكومة هناك استئناف إصدار جوازات السفر لمواطنيها. توقفت هذه الخدمة منذ سيطرة طالبان على البلاد منتصف أغسطس آب الماضي، وقد استؤنفت لفترة قصيرة في أكتوبر تشرين الأول، لكن تدفق الطلبات سبب مشاكل تقنية دفع طالبان إلى وقفها مجددا بعد أيام قليلة. أكد رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني أمس السبت أن كل المشاكل التقنية قد حلت وأصلحت الأجهزة البيومترية، مضيفا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات، وأوضح أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من العاشر من يناير كانون الثانية المقبل. وكانت أزمة جوازات السفر قد حرمت عددا كبيرا من الأفغان من السفر إلى باكستان لتلقي العلاج. وقال المواطن جمشيد، قال: أمي تعاني من مشاكل صحية وكنا بحاجة للذهاب إلى باكستان منذ فترة طويلة لكننا لم نتمكن من ذلك. وأضاف: نحن سعداء لأننا سنتمكن من استلام جوازات سفرنا والذهاب إلى باكستان. وفق الأمم المتحدة تواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، ومن المتوقع أن تزداد سوءا مع بداية فصل الشتاء البارد. وحذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.